شيعي واللي ينشدني عن سر انتسابي من صلابة موقفي ياخذ جوابي. شنو أظهر التربية؟ يعني اعتبر علي بن أبي طالب خليفة رابع، يعني قبل أن يفتي أحمد بن حنبل بأن علي بن أبي طالب خليفة رابع، الخلفاء الراشدين شقد؟ ثلاثة، ما في أربعة. استناداً ماذا؟ استناداً على حديث ابن عمر. نعم حجينا، نفس الحديث اللي استشهد به الحاج وعد. تدري هذا كان هذا الحديث أساس أهل السنة، عليه مدار مسألة الخلافة والتفضيل، وبسبب هذا الحديث كان أهل السنة لا يربعون بخلافة علي بن أبي طالب. هذا الحديث سيدنا دقيقتين أقرأ الحديث. هذا الحديث الذي هو كنا لا نفضل على أبي بكر شيئا، هذا اللي في صحيح البخاري، ثم عمر ثم عثمان ثم رفع الميزان، يعني الصحابة سواء. هذا في طبقات الحنابلة، طبقات الحنابلة الجزء الأول صفحة 393. طيب تحقيق محمد حامد الفقي يقول ترجمة وريزة بن محمد الحمصي، سأل إمامنا عن أشياء، يعني أحمد سأل أحمد تلميذ أحمد بن حنبل هذا، منها ما أنبأنا فلان عن فلان عن فلان. قال وريزة: دخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل حين أظهر التربيع بعلي رضي الله عنه. شنو خلى فكك لك العبارة؟ شنو أظهر التربيع؟ يعني اعتبر علي بن أبي طالب خليفة رابع، يعني قبل أن يفتي أحمد بن حنبل بأن علي بن أبي طالب خليفة رابع، الخلفاء الراشدين شقد؟ ثلاثة، ما في أربعة. استناداً ماذا؟ استناداً على حديث ابن عمر. تجيك القصة الآن. قال: دخلت حين أظهر التربيع فقلت: يا أبا عبد الله، إن هذا لطعن على طلحة والزبير. فقال: بئس ما قلت، وما نحن وحرب القوم وذكرها. فقلت: أصلحك الله، إنما ذكرناها حين ربعت بعلي وأوجبت له الخلافة وما يجب للأئمة قبله. فقال لي: وما يمنعني من ذلك؟ قال: قلت حديث ابن عمر. حديث ابن عمر وين؟ بالبخاري. يعني تلاميذ أحمد بن حنبل ماذا فهموا من حديث البخاري؟ فهموا من حديث ابن البخاري أن علي ليس حاله حال الخلفاء، ليس حاله حال الخلفاء. قلت: وما يمنعني؟ قال: حديث ابن عمر. فقال لي عمر: قال لي عمر خير من ابنه، قد رضي علي للخلافة على المسلمين وأدخله في الشورى، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قد سمى نفسه أمير المؤمنين، فأقول أنا ليس للمؤمنين بأمير، فانصرفت عنه. يعني الذي ساهم في هذه القضية سيدنا، نعم، أنه ما يذكرون عليا أنه الرابع هو بسبب عبد الله بن عمر اللي موجود في البخاري. نعم حجي، اللي موجود في البخاري، وكذلك البخاري، كذلك البخاري لم يرتضي علي بن أبي طالب خليفة رابعا. هذه المسألة أعتقد الأخ يعني يتفاجأ بها. البخاري مو فقط أخونا عنده كتاب صحيح البخاري، عنده كتاب التاريخ الأوسط، وجزا الله خير الحاج وعد جاب لي هدية من مكان معين رغم أني لم أستلمه بعد، والله ما جبته إلا على مود هذا الحديث، إلا على مود هذه القضية. زين، شوف أخونا، هذا في التاريخ الأوسط للبخاري ماذا يقول؟ عفوا، يقول برقم 107، يقول: حدثنا عن ابن شهاب، هذا في التاريخ الأوسط، يقول: قال أبو بكر بعد أن استخلف سنتين وأشهرا، وعمر 10 سنين حجها كلها، وعثمان 10 حجها كلها إلا سنتين، ومعاوية 20 سنة إلا أشهرا، حج حجتين ويزيد 3 سنين وأشهر، وعبد الملك بعد الجماعة. طيب وين علي بن أبي طالب الآن؟ هو في طور تعداد الخلفاء، يتكلم عن خلافة أبو بكر، يقول سنتين، أبو بكر استخلف سنتين، وعمر 10 سنين حجها كلها، وعثمان 12 حجها كلها إلا سنتين، ومعاوية 20 سنة
إلا أشهر حجة حجتين ويزيد 3 سنين. طيب وين علي بن أبي طالب؟ إنسان يعتبر أبو بكر خليفة وعمر خليفة وعثمان خليفة وعلي ليس بخليفة ومعاوية يعتبر خليفة وعبد الملك خليفة وقبله يزيد خليفة. طيب هسه نقول قد نسى سها قلمة المسحات أحد يعني كذب عليه. تعال شوف هاي الرواية الثانية، اسمع أخونا العزيز برقم 109، حدثني يقول فقال فكان أبو بكر 2 سنة و7 أشهر وكان عمر 10 سنين و5 أشهر وكان عثمان 12 سنة وكانت فتنة معاوية بينه وبين علي 4 سنين. ما يعتبر علي خلافة، يعتبر أبو بكر خلافة، يقول عنه خلافة، عمر يقول عنه خلافة، عثمان يقول عنه خلافة، علي بن أبي طالب يقول فتنة، ما يقول خلافة. هي حرب علي بن أبي طالب مع معاوية في صفين، يعني حسب ما أتذكر شهر وبضعة أيام دامت وانتهت. هو شو يقول؟ يقول هذه الفترة الزمنية التي هي خلافة علي بن أبي طالب يقول هذه فتنة، يعني يعتبر علي بن أبي طالب إمام فتنة. زين، إمام فتنة. ثم ماذا يقول؟ ثم فتنة معاوية بينه وبين علي 4 سنين، ثم ولي معاوية 20 سنة إلا شهرين، وكان يزيد ابن معاوية 4 سنين إلا شهرين. بالله عليك هذا شنو تتكلم وياه؟ هذا اللي ما يعتبر علي بن أبي طالب خليفة شرعي، يعتبر إمام فتنة. زين، ما يعده خليفة راشد. وهذا شأن هؤلاء المحدثين، حتى ابن تيمية يقول كانوا كثير من المحدثين، لا كثير، وعلى رأسهم هذا البخاري وابن معين، وكان أحمد بن حنبل كذلك، لا يربعون بخلافة علي بن أبي طالب. حتى واحد معاصر والله أحمد شاكر، أحمد محمد شاكر يا أخواني، هذا المحقق لمسند الإمام أحمد بن حنبل، ما يعتبر علي بن أبي طالب خليفة رابع، يعتبر إمام فتنة. وكثيرا أنهم صرحوا بهذه المسألة استنادا على ماذا؟ استنادا على حديث ابن عمر، لأن ابن عمر نفسه ما يعتبر علي بن أبي طالب خليفة رابع بسنة الصحيح تاريخ المدينة، ابن أبي شبة. زين، يقول إنه رفض بيعة علي بن أبي طالب، قال ما أبايعك، ما أبايعك. تفضل حجي.